في مخيم ضحية سجو فيه حوالي 7500 نسمة، 235 خيمة مؤخرا نزحوا منها، كان بحاجة إلى نخدم عليهم كمرافق صحية لأنه مرفقين غير كافيات. فكان في دور الحمد لله رب العالمين للهند إن هند، واختاروا المكان المناسب ليخففوا فيه الضغط السياحي، يصير في توزيع جغرافي لتخديم الأهالي الموجودين. فاخترنا المكان المناسب بحيث أنه يتوزع الضغط عليهم، والحمد لله رب العالمين يعني الوضع إن شاء الله يكون كافي وجيد.